الكل توجه. وصل النهارده بعثه منتخبنا القومي لدوله الامارات ان شاء الله بقياده طبعا روي فيتوريا، استعدادا لمباراتين، انا في رايي مباراتين مهمين جدا جدا، مباراه امام زامبيا والجزائر ان شاء الله، امام زامبيا يوم 12 ويوم 16 ان شاء الله امام فريق المنتخب الجزائري. بيرافق البعثة المنتخب إلى الإمارات عامر حسين طبعا عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، كابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب. ماتشين الحقيقة ماتشين مهمين جدا، ماتشين خلينا نقول إن إحنا هنشوف إحنا واقفين فين بالظبط. طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وعمر مرموش كمان هينضموا للبعثة في الإمارات، لكن كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله اللي وصل النهاردة للإمارات، علشان يعني مباراتين الصوره اللي قدام حضراتكم روي فيتوريا يقدر يحط هو بالظبط واقف فين، بتلاعب فرقه كبيره زي منتخب الجزائر، كمان منتخب زامبيا بقى من المنتخبات القويه جدا، ان شاء الله باذن الله نستفيد من التجربه، يعني نتمنى طبعا من مكسب ونلعب بشكل كويس كل ده تمام، لكن دايما المباريات الوديه الدوليه الحقيقه بيكون ليها مكاسب اخرى غير النتيجه. تطمن على بعض اللاعبين، عايز تشوف لعيب معين، عايز تعمل تكتيك معين، بتلعب قدام فرقتين كبار، خاصة الجمال بالماضي كمان بيقول ان هذه المباراة بالنسبة للمنتخب الجزائري مباراة مهمة، وهو كمان هيشوف فرقته واقفة فين. احنا بنستعد كمان لتصفيات كاس العالم، تصفيات كاس العالم ان شاء الله هتبدأ رسميا في شهر نوفمبر اللي جاي، وبالتالي ان شاء الله يكون استعداد جيد جدا جدا لمنتخبنا من خلال ماتشين مهمين على مستوى فريق كبير او منتخب كبير على مستوى المنتخب الجزائري وكمان المنتخب الزامبي.